بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا خاتم النبيين أبي القاسم الأمين وعلى آله الأطهار الطيبين وصحبه الأخيار المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الناس، نحن قائمة البؤساء، نمثل أبناء تونس، وإن أصح التعبير الكثير من أبنائها وشبابها. نحن البؤساء قدمنا ترشحنا كقائمة شبابية مستقلة عن منطقتنا تونس واحد، لأننا نريد أن نرسم مستقبلنا بأيدينا لا بأيادي جيل يقدم أفكارا وحلولا مثلها كمثل قطرة معقم في كوم من الفضلات التي لم نكن مسؤولين عنها، ولكن للأسف نشتم رائحتها غصبا وكرها. ولذلك كما كنا نقول في السابق ونعود ونقول لأبائنا وأمهاتنا وأعزائنا، ثقوا بنا، فعندما اشتد عودنا رأيتم منا ما لم يستوعبه أغلبكم إلى هذه اللحظة. وأذكركم بقول الإمام علي كرم الله وجهه: لا ترغموا أبناءكم على عاداتكم، فأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. وأقول للجيل الذي وضعته الأقدار ليرسم لنا مستقبلنا: لا تقفوا أمام طريقنا، فأمانينا غير أمانيكم، فأمنية كل واحد منا أن نرى بلدنا في مواقع القمة. نحن البؤساء نمثل الشباب الذي قلتم عنه ضاء، فنحن نعتبر سبب حالنا هي حماقاتكم، حتى لا نقول أنكم تآمرتم علينا بعد الثورة. نحن كشباب تونس، أو بالأحرى كأبناء تونس واحد، لا نطلب منكم إعانة أو إرشادا أو توجيها، ولا نحن قابلون لاحتوائكم. سندافع عن وطننا بما فيه ومن فيه، فنحن شباب الكرامة والعزة والشرف. نحن الذي قدمنا أحباءنا وأعزائنا في سبيل هذا الوطن. نحن لا نعيش على دماء الناس، فنحن سقينا وسنسقي هذا التراب بدمائنا. لا نستغرب أن يقول البعض: لم نطلب منكم الدفاع عنا أو ننعت بالمجانين. نقول لكم: نحن لا ننتظر تفويضكم، فنحن شباب تونس أبناء الشعب، وبقدرة القادر سنريكم ونثبت لكم أن هذا الشباب المختلف والمتنوع فكريا هم يدا بيد وكتفا بكتف لبناء تونس الوحدة والقوة. هذه مسؤوليتنا أمام الله، أمام شهدائنا العظام الذين هم شهداء على ما نقوم به، أمام وطننا وأمام أناسنا الذين سيمنحوننا التفويض. فالأرض أرضنا والوطن وطننا، ونعدكم بالمضي قدما وبالسير بهذا الوطن الغالي نحو الأفضل والأرقى، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. لذلك نحن طلاب وحدة بين التونسيين، ففي الوحدة قوة الشعب وقوة الوطن، وسنثبت لكم بإذن الله أننا أولي بأس شديد، فنحن البؤساء أمل الأجيال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.